الوحدة السابعة هجرة النورس الخريفية. بين يدي النص، ولد الأديب الفلسطيني عثمان خالد أبو جحجوح في مدينة خان يونس سنة 1951 ميلادي لأسرة هجرت من قرية الجورة عسقلان على الساحل الجنوبي لفلسطين. استشهد والده في مذبحة خان يونس عام 1956 ميلادي. تعلم في مدارس المدينة وعمل معلما فيها، تربطه علاقة وثيقة بالبحر والصيادين، أكسبته خبرة واسعة في هذا المجال، انعكست في أعماله القصصية والروائية. حصل على كثير من الجوائز والألقاب الأدبية، وافته المنية عام 2009 ميلادي. تعالج القصة معاناة الصياد الفلسطيني من خلال الربط البارع بين تحديات مهنة الصيد من جهة وجور القوانين العسكرية التي يفرضها الاحتلال من جهة ثانية. فقد تأخر سعيد ووالده عن موعد العودة إلى الشاطئ ساعة إثر علوق الشرك في الصخور، فعاقبهما الجندي الصهيوني بالمنع من دخول البحر شهرا كاملا، ما أثار غضبهما ودفعهما للشجار مع المسؤول وجنوده الذين أطلقوا النار على الأب فأردوه قتيلا واعتقلوا الابن 5 سنوات. خرج بعدها يملأه الحنين إلى الوطن الذي هجر منه قسرا، ويتمنى العودة إليه كما تعود النوارس من هجرتها. هجرة النورس الخريفية. عاوده حنين عارم وشوق طاغ ليعود إلى البحر ويجلس في المكان نفسه، فتجره الجراحات لزمن اللحظة وكأنها ذاتها، فنسمات الهواء الخريفية ما زالت تلد رفوف النورس حلزونية الشكل وترسلها صوب الجنوب. ما زال موج البحر بزرقته المحنات باللون الأبيض يلاعب زلف الشاطئ لعبة الغميضة، وقرص الشمس بحمرته المائلة للإصفرار لا يخربش نقاءه إلا غيمات تمر من حين لآخر. حملت معها طيف والده فتمتم يقرأ الفاتحة ويترحم عليه. تداخلت الألوان في الأفق المعانق لصفحة الماء، فدكت رأسه كأنها صخرة صماء كتلك الصخرة التي عرق بها يومئذ شرق السنار. يومها توحدت زرقة السماء بزرقة البحر لتستقبل أجنحة النورس التي تشارك الصيادين صيدهم في هذه الأيام من كل عام بمناظرها الساحرة وهي تختص في الماء وتخرج وفي مناقيرها السمك. فوجود النوارس على صفحة الماء فأل الخير، لأنه يدل على وجود السمك في تلك المنطقة. ما ألعنك من شرك؟ أهذا وقت التطبيع؟ لقد تأخرنا، قال سعيد مخاطبا الشرك وملتفتا لوالده يطلب منه سكينا ليقطعه، فرد أبوه معنفا: أتدري كم ثمن شلة خيطان النيلون ودزينة السنانير؟ إذن دعني أختص إليه. يا لك من صياد قليل الخبرة. ظل سعيد الذي لم يتعد 20 صامتا، في حين تابع أبوه قائلا: ستكون بديلا عن السمك، سيمزق السنار جسدك ويجعلك طعما له. سأبتعد عنه. والصخرة يا شاطر، أحرص ألا، عند الحرص ينفذ الهواء من صدرك. أمسك أبوه خيط أول الشرك فأخذت يداه ترتجفان حرصا على الشرك وخوفا من انتهاء الوقت، فالصيد بمواعيد لم يعرفها الصيادون من قبل، ومن يتأخر عن موعد الخروج المحدد لا يعرف ما يلحق به من عذاب إلا الله. حيث كان الصيادون من حولهم قد غادروا البحر. يا الله يا الله، الأولى طلعت ووراءها الثانية وراءها الثانية. وبخبرة الدهر وصبره ومناغاة البحر أخرج أبوه شرك الصنار من تطبيعته سالما، وما إن انتهى من ذلك حتى أخبره قرص الشمس المائل للغروب أن موعد الخروج للبر قد مر عليه ساعة. كم عدد السمكات يا أبي؟ سأل سعيد والده وهو يصارع المجداف. من رضي بقليله عاش، رد عليه أبوه. كان الشاطئ يقترب من الفلوكة المتأرجحة ما بين الموج وبين ارتعاشاته، وكان أبوه قد
قد فقد السيطرة على دفتها، فقذفته الموجة الأخيرة إلى رمل الشاطئ الذي التمس لهم العذر، لكن الأوامر جاءت سريعة ومتلاحقة وسط زخات من الشتائم واللكمات وركلات البساطير. حتى الفلوكة لم تسلم، فكادت ألواحها تخرج من صفحتها. أمسك سعيد قدم أحدهم، لكن الركلة كانت شديدة، فحاول أبوه بلحيته التي شيبتها ملوحة البحر وأنواؤه أن يوضح الأمر. هو الشرك والصخرة، لكن الأمر كان صعب التوضيح. فالفرق كبير بين من يأكل السمك وبين من يصيده. اسكت، اسمع، ممنوع دخول البحر شهرا كاملا، قال ذلك الضابط الصهيوني وهو يقف بميوعة وسط حراسه المتججين بصنوف العذاب. يلوك القرار ببرودة شديدة أغاضت البحر فانفجرت كبركان هائج، وغاب الشاطئ بكل ما فيه وما عليه، فقفزت وسط سواد القرار صور الأخوة الصغار وشيبة الوالد وشرق الصنار العالق بالصخر ولعب النوارس على صفحات الموج وقصر مدة الصيد الخريفي، وتقافزت في يده عصا الدفة التي تلقفها أبوه مشفقا عليه ليسكنها يا فوخ صاحب القرار. 30 يوما يا ظالم، ساعة من التأخير تعني في مذهبكم شهر، هل أصبح البحر؟ لكن نفورة الدم المتفجرة من صدره كانت أسرع من أن تكمل سؤاله. احتضن الرمل المفروش بالحناء جسده الصريخ والمغسول بماء البحر، وكان القفص الحديدي هو المانع الأول طيلة 5 سنوات من ركوب البحر ومدة شرك الصنار. كان الزلف يخترق شرايين زند سعيد الذي هام مع رفوف النوارس البيضاء يتجرع عرقم المأساة، مخلفا أخاديد امتلأت برمل الشاطئ، فتسللت إليه موجة تحمل دفء العاشق من وسط تهادي أجنحة النوارس التي ما زالت تمر بالمكان وتبعث موسيقى العودة مع نسمات الأصيل التي إلى قدميه لتخلصه من اشترار الألم واعتصار الكآبة. مسح عينيه ومشى إلى البحر، وقف ودل لو يدفن آلامه فيه، لكنه انحنى وغسل وجهه ومضى صوب شراع الفلوكة المتربع فوق اللجة. فائدة: القصة فن نثري يسرد أحداثا واقعية أو خيالية تتناول موضوعا معينا، ويقصد الكاتب من خلالها إثارة الاهتمام وامتاع القارئ. تتكون القصة من مجموعة من العناصر الفنية، هي ألف الشخصيات من يقوم بتنفيذ الأحداث وهي أوعية يملأها الكاتب بأفكاره، ب المكان المسرح الذي تجري فيه أحداث القصة، جيم الزمان زمن وقوع الأحداث أو الزمن النفسي للشخصيات، دال الأحداث فالأفعال والأدوار التي تتكون منها القصة ويجب أن تكون نابعة من الموضوع، ها الذروة وصول الأحداث إلى قمة التأزم العقدة، والحال وصول الأحداث إلى نهاية تناسبها وتحقق أهداف الكاتب. الفهم والاستيعاب: 1- ما الجهة التي تعاقب الصيادين في غزة؟ الجهة التي تعاقب الصيادين في غزة هي الاحتلال الإسرائيلي. 2- وجود النوارس على صفحة الماء فأل خير لدى الصياد. نوضح ذلك، وجود النوارس فأل خير فهي تدل على وجود السمك. 3- لماذا ارتجفت يد أبي سعيد عندما أمسك خيط أول الشرك؟ حرصا على الشرك وخوفا من انتهاء الوقت المسموح به للصيد. 4- ما المصير الذي انتهى إليه الصياد أبو سعيد؟ ضرب بعصا الدفة من الاحتلال فوقع صريعا على الأرض. 5- تميز الكاتب بالقدرة على الربط بين التحديات المختلفة، ندلل على ذلك من القصة. من التحديات التي ربط بينها الكاتب التضييق على الصيادين وحرمانهم من الحصول على قوتهم وقوت أولادهم، استخدام أسلوب التهديد والقتل السجن لسنوات طويلة. 6- ما الذي دفع سعيدا إلى الاعتراض على قرار الجندي؟ غيرته على مهنته وحبه لها
الذي والظلم الذي يواجهه الصياد من قبل المحتل والضربة التي تلقاها والده. المناقشة والتحليل. 1. كانت العقوبة التي تلقاها الصياد وابنه قاسية جدا، نوضح ذلك. نعم، فساعة من التأخير في البحر لا تستحق القتل والسجن لخمس سنوات. 2. ماذا قصد الكاتب بقوله الفرق كبير بين من يأكل السمك ومن يصيده؟ أي من يأكل السمك لا يهمه ما واجهه الصياد من ألم ومعاناة، فلا يشعر بالجرح إلا الذي به ألمه. 3. ماذا نفهم من رد الأب من رضي بقليله عاش؟ القناعة بما قسمه الله إليك من رزق. 4. هل رضخ الصياد لعقوبة المحتلين؟ كيف نفسر ذلك؟ لا، فقد خرج وهو يتمنى العودة إليه كما تعود النوارس من هجرتها. 5. ما زال صيادو الأسماك في غزة عرضة لمعيقات كثيرة في صيدهم. نوضح أهم تلك المعيقات. أهم المعيقات التي تواجه الصياد الفلسطيني في غزة: تحديد مساحة الصيد، إطلاق الرصاص على قوارب الصيد، مصادرة المراكب والأسماك، اعتقال الصيادين. 6. نضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. ألف، قصة هجرة النورس الخريفية إشارة إلى ظلم الصياد. باء، قول الكاتب غسل وجهه ومضى صوب شراع الفلوكة تشير إلى الخوف. جيم، قطعة كبيرة من الخشب تجعل في آخر القارب للتحكم في اتجاهه، الدفة. 7. نمثل على العناصر الفنية للقصة من خلال قصة هجرة النورس الخريفية. الشخصيات: سعيد ووالده، مسؤول الحراسة ومن معه. الزمان: موعد غروب الشمس على الشاطئ. الأحداث: علوق الشرك ومحاولة إخراجه وتدخل المحتل وما نتج عنه. الذروة: وصول عناصر الحراسة إلى سعيد ووالده. الحل: موت والد سعيد ووضع سعيد في السجن. اللغة: استخدم الكاتب لغة المقارنة بين حب الصياد للبحر وهجرة النوارس الخريفية، وكانت صورة تعبيرية جميلة. 8. نوضح الصورتين الآتيتين. ألف، ما زال موج البحر بزرقته المحنات باللون الأبيض يلاعب زلف الشاطئ، حيث شبه موج البحر بإنسان يلاعب إنسانا آخر. باء، فاحتضن الرمل المفروش بالحناء جسده الصريع، شبه الرمل بأم حنونة تحتضن ابنها الشهيد، وهذا يظهر مكانة الشهيد. اللغة والأسلوب: 1. في النص مفردات خاصة بالبحارة نستخرج ثلاثا منها: الصنانير، المجداف، الفلوكة. 2. نبين الموقع الإعرابي للكلمات الملونة. ألف، لكن الأوامر جاءت سريعة، الأوامر اسم لكن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. باء، أمسك أبوه خيط أول الشرك، أبوه فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من أسماء الخمسة، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، خيط مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 3. نبين سبب كتابة الهمزة المتطرفة فيما يأتي على هذه الصور: يقرأ لأن ما قبلها مفتوح، صماء لأن ما قبلها ساكن، الشاطئ لأن ما قبلها مكسور. 4. ورد في النص كلمة تطبيع، نبين معناها والفرق بين استعمالها هنا واستعمالها في الحقل السياسي الوطني. التطبيع هو إقامة علاقات طبيعية بين البلدين من تبادل تجاري وتبادل سفراء وسياحة وإلى ما هناك. صلاة إلى العام الجديد، فدوى طوقان. بين يدي النص: الشاعرة من مواليد 1917 ميلادي في نابلس، شكل شعرها أساسا للتجارب الأنثوية في الحب والحرب، كما جسدت في شعرها الواقع الفلسطيني بكل تداعياته، واستطاعت أن تنقل القضية الفلسطينية من المستوى الوطني إلى المستوى الإنساني. لقبها محمود درويش أم الشعر الفلسطيني احتراما لها واعترافا بمكانتها الشعرية.
توفيت عام 2003 ميلادي مخلفة نتاجا أدبيا عظيما أهلها لحيازة عدد من الأوسمة والجوائز الأدبية المرموقة. تتكون القصيدة من 4 مقاطع تعبر في المقطع الأول منها عن نزعة الإنسانية يعيشها المرء مع مطلع كل عام بوصفه بابا للأمل، ثم تطرح سؤالا عما يخبئه القادم الجديد لها ولشعبها من آمال وطموحات، ثم تأتي المقاطع الثلاثة الأخرى إجابة عن السؤال، تتضمن رغبة الشاعرة في تغيير الواقع الكئيب بالحب والأمل الذين يدفعان ركب التقدم نحو مستقبل مشرق مليء بالانتصارات التي تقود إلى القمة. صلاة إلى العام الجديد. فدوى طوقان. في يدينا لك أشواق جديدة، في مآقينا تسابيح وألحان فريدة، سوف نزجيها قرابين غناء في يديك، يا مطلا أملا عذب الورود، يا غنيا بالأمان والوعود، ما الذي تحمله من أجلنا؟ ماذا لديك؟ أعطنا حبا فبالحب كنوز الخير فينا تتفجر، وأغانينا ستخضر على الحب وتزهر، وستنهل عطاء وثراء وخصوبة. أعطنا حبا فنبني العالم المنهار فينا من جديد، ونعيد فرحة الخصب لدنيانا الجديبة. أعطنا أجنحة نفتح بها أفق الصعود، ننطلق من كهفنا المحصور من عزلة جدران الحديد. أعطنا نورا يشق الظلمات المدلهمة، وعلى دفق سناه ندفع الخطوة إلى ذروة قمة، نشتني منها انتصارات الحياة، الفهم والاستيعاب. 1. من الذي تخاطبه الشاعرة في هذه القصيدة؟ تخاطب الشاعرة العام الجديد. 2. تعبر القصيدة عن حالة يعيشها الإنسان الفلسطيني مع مطلع كل عام جديد. نوضح تلك الحالة. يعيش الشعب الفلسطيني حالة ترقب وأمل في تحقيق الأمان والوعود. 3. كيف استعدت الشاعرة للقاء العام الجديد؟ استعدت بالتسابيح والغناء والهمة المملوءة بالأمل والأشواق الجديدة. 4. أشارت الشاعرة إلى غنى العام المنتظر. نحدد مصادر هذا الغنى. مصادر هذا الغنى تكمن في الأمان والوعود التي يحصل عليها شعبنا الفلسطيني. 5. ذكرت الشاعرة أمنياتها في القصيدة. نعددها. من أمنياتها أن تعود الفرحة لأبناء شعبنا وينعم بالحرية والانتصارات الجديدة، ومن أمنياتها بناء هذا العالم المنهار على أسس سليمة وفتح آفاق جديدة للتطور والتقدم. المناقشة والتحليل. 1. الحب وسيلة لبناء العالم المنهار. نستخرج من القصيدة ما يدل على ذلك. قول الشاعرة أعطنا حبا فنبني العالم المنهار فينا من جديد. 2. كررت الشاعرة فعل الأمر أعطنا في المقاطع الثلاثة الأخيرة، نبين دلالة ذلك، الحث والرجاء وبيان قوة الإرادة والعزيمة. 3. أكثرت الشاعرة من استخدام الأفعال المضارعة، نعلل ذلك، الاستمرارية والأمل في المستقبل وما يحمله من خير. 4. يتدفق قاموس الشاعرة في القصيدة بالأمل والجمال، نستخرج مفردات ذلك القاموس، سوف نزجيها قرابين غناء، كنوز الخير فينا تتفجر، أغانينا ستخضر على الحب وتزهر، نعيد فرحة الخصب وندفع الخطوة إلى ذروة القمة. 5. إلى ما رمزت الشاعرة بالنور والظلمات في القصيدة، رمزت بالنور إلى الحرية ورمزت بالظلمات إلى القيد والظلم والاحتلال. 6. نوضح جمال التصوير في قول الشاعرة ألف أغانينا ستخضر على الحب وتزهر، شبه الأغاني بالزرع الأخضر المتفتح. ب. ونعيد فرحة الخصب لدنيانا الجديبة، شبه الدنيا
بالأرض الجدباء التي يعيد لها الفلاح خصوبتها. اللغة والأسلوب: 1. تتضمن القصيدة عددا من الجموع مثل أشواق، تسابيح إلى آخره. نستخرج هذه الجموع ونكتب مفرد كل منها. متروك للطالب. 2. نستخرج من القصيدة ألف أسلوب نداء، باء أسلوب أمر، جيم أسلوب استفهام. أيضا تترك هذه الإجابة للطالب. 3. نعرب الكلمات الملونة فيما يأتي: ألف أعطنا حبا، حبا مفعول به، ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، باء ندفع الخطوة إلى ذروة قمة، الخطوة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، قمة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. 4. ما زال الشعب الفلسطيني يتطلع بعين فدوى طوقان لتحقيق آماله وطموحاته. نناقش ذلك. نعم، فما زال شعبنا الفلسطيني يسير مزودا بالأمل والطموح، يتحدى المحتل لتحقيق جميع الأماني والوعود ويصل إلى قمة المجد الذي يجني من خلال الانتصارات العظيمة الذي يجنى من خلال الانتصارات العظيمة بتحرير وطنه وعودة لاجئيه وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف. القواعد: مصدر المزيد. نقرأ الأمثلة الآتية ونلاحظ الكلمات التي تحتها خطوط. مصادر الثلاثية المزيد بحرف: 1. تمكن الصياد من إخراج الشرك وإعادته إلى مكانه. 2. كان الأمر صعب التوضيح بين الصياد والمحتلين لاختلاف التربية. 3. بعد حوار الصياد مع جنود الاحتلال نشبت المشاجرة. مصادر الثلاثية المزيد بحرفين أو ثلاثة: 1. كان انفجار البحر كالبركان. 2. حاول سعيد أن يتخلص من اشترار الألم. 3. مال قرص الشمس للإصفرار. 4. رفض الصياد الاستسلام للقرار الجائر. المجموعة الثانية: باء ألف حدثت المشكلة بسبب تأخر الصياد. 2. تقافز الأسماك يجلب النوارس. مصدر الرباعي المزيد بحرف: أدى القرار الجائر إلى تململ الصياد وغضبه. نتأمل الجدول الآتي الذي يحتوي على معلومات تتعلق بالكلمات الملونة المصادر في الأمثلة السابقة. نستنتج: المصدر هو اسم يدل على حدث مجرد من الزمن ويصاغ من مزيد الفعلين الثلاثي والرباعي على أبنية قاسية محددة هي: 1. أوزان مصدر الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد هي: ألف المزيد بالهمزة أفعل صحيح العين إفعال مثل أكرم إكرام، أفعل معتل العين إفعل مثل أجادة إجادة، باء المزيد بالتضعيف فعل صحيح اللام تفعيل مثل صوب تصويب، فعل معتل اللام تفعل مثل لبى تلبية، جيم المزيد بالألف فاعل فعال أو مفاعلة مثل نازل نزال أو منازلة، ناقش نقاش أو مناقشة. 2. يصاغ المصدر من جميع الأفعال المزيدة المبدوءة بهمزة وصل على صورة الفعل مع كسر الحرف الثالث من الفعل أو زيادة وزيادة ألف قبل آخره مثل انكسر انكسار. 3. يصاغ المصدر من جميع الأفعال المزيدة المبدوءة بتاء زائدة على وزن ماضي الفعل مع ضم ما قبل آخره فقط مثل تقدم تقدم. تدريبات: التدريب الأول نكمل الجدول الآتي. الجدول الآتي: الفعل وزنه المصدر وزنه، الفعل شارك وزنه فاعل، المصدر مشارك وزنه مفاعل. ترحم تفعل المصدر ترحم تفعل، تداخل الفعل
وزنه تفاعل تداخل تفاعل. احمر افعل احمرار افعلال. استعمر استفعل استعمار استفعال. التدريب الثاني، نأتي المصادر بمصادر الأفعال الآتية ثم نذكر سبب مجيئها على الأوزان التي نراها: جاهد انتصر استقام تزلزل. كمان لدينا أيضا الفعل المصدر سبب مجيئة على هذا الوزن: جاهد جهاد مجاهدة ثلاثي مزيد بالألف. الفعل انتصر المصدر انتصار سبب مجيئه خماسي مبدوء بهمزة وصل. الفعل استقام المصدر استقام سبب مجيئه على هذا الوزن سداسي مبدوء بهمزة وصل. تزلزل المصدر تزلزل سبب مجيئه أيضا رباعي مزيد بالتاء في أوله. التدريب الثالث، نختار رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي: واحد، واحد من الأفعال الآتية مصدره على وزن انفعال انقسم. اثنان، واحد من الأفعال الآتية مصدره على وزن تفعل نما. ثلاثة، واحدة من الكلمات الآتية مصدر الفعل استرضى استرضاء. التدريب الرابع، نعرب ما لون فيما يأتي: واحد، الاجتهاد في العمل طريق النجاح. الاجتهاد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. اثنان، يحث المعلم تلاميذه على المطالعة. المطالعة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. ثلاثة، إن استشارة أهل الرأي حكمة. استشارة اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. البلاغة تدريبات على الإطناب. نتذكر أن الإطناب في البلاغة العربية يعني زيادة في الكلام لفائدة، وهو يأتي على صور شتى، أشهرها ذكر العام بعد الخاص وذكر الخاص بعد العام. تدريبات: التدريب الأول، نعين الإطناب ونميز نوعه فيما يأتي: ألف، استعان الرسول عليه الصلاة والسلام بصحابته الكرام وبسلمان الفارسي في معركة الخندق. بصحابته الكرام وبسلمان الفارسي، نوعه ذكر خاص بعد العام. ب، استهدفت الأطماع الاستعمارية الغربية بلاد الشام وفلسطين على مر العصور. بلاد الشام وفلسطين، نوعه ذكر الخاص بعد العام. جيم، اكتست جبال فلسطين بالزعتر وبالنباتات البرية في شهر نيسان. بالزعتر وبالنباتات البرية، نوعه ذكر العام بعد الخاص. دال، تهتم الأم برضيعها وبأولادها في ليالي الشتاء الباردة. برضيعها وبأولادها، نوعه ذكر العام بعد الخاص. هاء، تنتشر الأوبئة والطاعون حيث الفقر وقلة العناية الصحية. الأوبئة والطاعون، نوعه ذكر الخاص بعد العام. واو، احتفت الجامعة بالمتفوقين وبالطالبة الحاصلة على المركز الأول نهاية العام الدراسي. وبالمتفوقين وبالطالبة الحاصلة على المركز الأول، نوعه ذكر الخاص بعد العام. التدريب الثاني، نكتب جملتين من إنشائنا على كل صورة من صورتي الإطناب اللتين تعلمناهما: كلت الفواكه والتفاح قبل الغذاء، ذكر الخاص بعد العام. زار الرئيس مستشفى الأطفال ومستشفيات القطاع، ذكر العام بعد الخاص. الإملاء، الهمزة وفق الحركة الإعرابية. اقرأ، في مشهد مؤلم نساء وأطفال تتناثر أشلاؤهم في شوارع المدينة. وأقول أنا الرواية، هكذا ينسج الزمان خطاه بأشلائهم ويمهد أشلاؤهم طرقا لخطاهم. نتأمل، الكلمات وأشلاؤهم أشلائهم أشلاءهم جاءت في مواقع إعرابية مختلفة، ففي الأولى أشلاؤهم فاعل، وفي الثانية أشلائهم اسم مجرور، وفي الثالثة أشلاؤهم مفعول به، وقد أثرت الحركة الإعرابية لها في تغيير رسم الهمزة، فكلمة أشلاء ذات همزة متطرفة وبدخول الضمير عليها أصبحت متوسطة،
وأخذت حكم الهمزة المتوسطة في رسمها، وينظر إلى حركة الهمزة وحركة الحرف السابق لها، ويعتمد رسم الهمزة وفق قوة الحركات، فالكسرة أقواها، تليها الضمة، فالفتحة وأضعفها السكون. نستنتج: تؤثر الحركة الإعرابية في رسم الهمزة، ومثال ذلك كلمة ماء في حالات الإعراب الثلاث: في النصب النبع قديم لكن ماءه عذب، في الرفع هذا نهر يشرب ماءه، في الجر يروي النيل الحقول بمائه. تدريبات: التدريب الأول، نوظف الكلمتين الآتيتين أبناؤك رداؤه في ثلاث جمل مفيدة، تكون في الأولى مرفوعة، وفي الثانية منصوبة، وفي الثالثة مجرورة. في حالة الرفع: أبناؤك قليل أمثالهم. النصب: إن أبناءك كرماء. الجر: تعجبت من كرم أبنائك. رداؤه في حالة الرفع: هذا الطفل رداؤه جميل. في حالة النصب: إن رداءه جميل. الجر: نظرت إلى ردائه. التدريب الثاني، نصوب الأخطاء الواردة في الجمل الآتية: ألف، نسي المسافر رداءه على الكرسي من شدة التعب. رداءه. ب، الشهداء تبقى أسماؤهم حاضرة في ذاكرة الشعوب. الخطأ أسماؤهم. جيم، عشقت قوس أهدابهم، عشقت كحلهم، عشقت لون حنائهم. الخطأ. دال، أسعد الله مساءكم وأدام هناءكم أيها الأصدقاء، مساءكم وهناءكم.